التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتلف زراعة الصبار بسبب الحشرة القرمزية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. السيدة النائبة المحترمة تفضلي لطرح السؤال. سيد الوزير المحترم، اش قدمت الوزارة ديالكم الفلاحة اللي تضرر المحصول ديالهم من الهندية من الحشرة القرمزية؟ جواب السيد الوزير تفضل. هاد المرض اللي جا واللي مس واحد العدد ديال سميتو، حيث انه اولا قمنا بواحد البرنامج وطني استعجالي بحيث قلعنا ودفنا ما يهز 7 مليون ديال الطول ديال متر ديال الطول ديال النبات ديال الصبار، وكذلك عالجنا دو مانيير شيميك 93000 كيلومتر ديال الطول من نبات الصبار في اطار التدابير الوقائيه، ودرنا عمليه التقطيع والتحسيس، وكذلك اطلاق برنامج ديال البحث يعني العلمي اللي عطانا اصناف، عطانا 7 ولا 8 ديال الاصناف جديده اللي يمكن لنا ان شاء الله غادي نغرسوها يعني في المستقبل، وغادي نديروا لها في لا ملتيبليكاسيون، ونكونوا في الموعد ديال 2021 باش البرنامج ديال ذاك الالاف ديال الهكتار اللي كنا غرسناها نعاودوا نعوضوها ونمشيو باصناف اللي هي ريزيستونس لهذا المرض. شكرا. تعقيب السيدة النائبة. السيد الوزير، تتمين الزراعة ديال الهندية ولا أكناري كيدخل في الدعامة الثانية من المخطط الأخضر اللي جات أساسا باش تحارب الهشاشة والفقر في المناطق البورية والجافة. السيد الوزير، تم الإطلاق ديال مجموعة ديال المشاريع كما في المنطقة ديال رحمنا اللي شرف عليها صاحب الجلالة وجابت واحد المشروع طموح جدا، الا ان هذه الحشره اللي جات ادات الخضر واليابس وصبحوا الفلاحه كما كيقولوا لا حب ولا تبن، ولم تتحرك الوزاره ديالكم. اولا على اعتبار بعدا ان هذا المرض هو افه طبيعيه وهذا في نيه مبيته، لانكم تريدون التملص من الدعم المالي من صندوق الآفات الطبيعية اللي كتديروه، ولذلك هاد الفلاحة بدل الهشاشة والفقر زادوا هشاشة وفقر، وكذلك دون أن تتحركوا بمقتضيات الفصل 40 من الدستور في إطار التضامن لا الدولة ولا القطاع الخاص. سيد الوزير، شنو كتسنوا من هاد الفلاحة؟ واش كتسنوا منهم يخرجوا للشارع باش تدخلوا ديروا كعادتكم في هذه الحكومه دور الاطفاء اللي ما بغيتوش تقطعوا؟ السيده النائبه، هل هناك تعقيب اضافي؟ تعقيب الفريق الاصاله والمعاصره. تفضل السيد النائب ابو درار. تفضل. شكرا. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، ما نحتاج نذكرك ان منطقه تيطبع عمران هي المنتج الاول لنبتات الصبار، وهي المعيل الاساسي للساكنه واللي مازال شادهم في هذيك البلاد. مؤخرا نبته الصبار في المنطقه تعرضت لمرض الحشره القرمزيه. كاين مجهودات ولكنها لم ترقى الى مستوى تطلعات الساكنه. الحاجه اللي هي باينه حاليا هي انكم تتردموا هذاك المنتوج في الارض، ولكن شي حاجه اللي هي ملموسه واللي هي غادي تجبر الضرر هاد الفلاحه ما كايناش. تنطالبوا ومعنا الساكنه انكم تعوضوا هاد الفلاحه تعويض مادي لانهم ضرورا وهو المعيل الاساسي ديالهم. شكرا. شكرا السيد نايم. هل هناك تعقيب اضافي؟ تجمع الدستوري الفريق تفضل. السيد الوزير، منطقه سيدي فني وبالضبط جماعه صبويا ودوار تحديرت عرفات ظهور ديال هاد الافه هادي، وبكل مسؤوليه وبدون ما نرميوش الورد ولا نقولوا شي كلام اللي ماشي صحيح، لاننا اليوم اولا امام التاريخ وجوج امام بلادنا، ولن نطالب براس المؤسسات ونقولوا بان لونكا ما دارت شغالها وخصنا نعلقوها، على العكس من ذلك، نحن نصفق المؤسسات اللي كتشتغل بصدق. تحرك على مستوى اقليم سيدي فني كان تحركا سريعا جدا، والمنطقه كلها طوقت وتم الاحراق ديال كل المناطق اللي تمت الاصابه ديالها وتمت المعالجه ديال المناطق الاخرى المجاوره، واليوم كاينه تعبئه قصوى على مستوى الاقليم ديال سيدي فني، والموسم يسير على احسن مستوى وكاين انتاج وكاين مدخول كبير، فبالتالي نكونوا مسؤولين في كلامنا. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي؟ نقطة نظام فريق الأصالة والمعاصرة. نقطة نظام تفضل. شكرا
السيد الرئيس، السيد السادة الوزراء، السيد السادة النواب، وحنا في هذه الجلسة الدستورية كنحاوروا مع الحكومة، ما كنحاوروش مع الأحزاب السياسية. إلا كان رد على بعض التساؤل اللي هو موجه للسيد الوزير ذو الاختصاص، حنا ما كنطلبوش من النواب يجاوبوا في بلاصتو. الله يخليكم. هذا شأن داخلي ديال مجلس النواب، ونتمنى من الأخوات والإخوان ياخذوا بعين الاعتبار. شكرا. شكرا السيد الرئيس. نقطة نظام، فريق التجمع الدستوري، تفضل. السيد الرئيس كان سألوا من إمتى كان التعقيب إضافي، رد على تعقيبات ديال الآخرين. ربما بعض النواب كيتكلم على المناطق ديالهم، والزميل ديالنا في فريق التجمع الدستوري يتكلم على التجربة ديال سيدي إفني، اللي هي تجربة ناجحة. إذن هذا ما يعنيش أننا جاوبنا وحدين آخرين، أو بغينا نحبسوا الناس ما يتكلموش. السيد الرئيس هذا الله يخليكم، نضبطوا شوية الأسلوب، ماش ما نتهكموا على شي واحد وما نزيدوش على بعضياتنا. شكرا السيد الرئيس. شكرا. الملاحظات ديالكم غادي تسجلنا سجلة رئاسة وغتناقشها مع رؤساء الفرق. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ليس هناك تعقيب إضافي، جاوب السيد الوزير، تفضل. هو في الحقيقة احنا كان اللي كيحمد الله كنبغيوه. وحنا في الناحية ديال سيدي إفني اللي تكلمتوا عليها وداك الشيء، خصنا نحمد الله، لأنه في الحقيقة لونسا عملت واحد العمل، والسيد العمل وهذا ليبوك واحد العمل كبير، ولي شاشو عمل كبير، وبلي ما المرض طلعوا الناس وحرقوا وداواو وهزوا ودفنوا وحبسوها باش ما تمشيش لهذيك المناطق. دابا اللي غادي يدعي معنا يدعي معنا باش مشيش للمناطق الاخرى، باش يقول لنا هذه مؤسسه عندها مسؤوليه ديالها. نعم حنا عندنا المسؤوليه ديالنا، حنا عارفين بانه هذه مرض طاحت علينا من عند الله تعالى، جات من السماء وجات ما عندنا ما نديرو. حاربناها، حاولنا نحبسوا باش ما تدخلش المناطق اللي هي حقيقيه اللي فيها الانتاج، وغادي نبقاو نحاربوا ان شاء الله مع لونسا. ونشكروا الناس ديالنا ديال الخبراء والناس التقنيين اللي لقاو حلول باش نقدروا نغرسوا ويبقى في هذه البلاد هذيك الهنديه، ما كاع ما هذيك النعمه ديال الهنديه ما تكونش عندنا في المستقبل. وغادي نغرسوا وغادي نمشيو لهذوك البلايص ديالكم، لاله فرحمنا اللي نهار اللي كنا داتو نهار اللي داناهم كنتو فرحانين بهم. حنا عند حسن نيه وغادي نبقاو فيهم، وغادي نجيو نعاودو نغرسوهم من جديد باش تعاودوا تشوفوهم ان شاء الله في السنوات المقبله. غا هذا هو باش غادي يمكن لنا نعاونوا الناس. الا ما اللي كيقلب على شي انا خوا ولا شي حاجه اخرى، راه يعني باش نكونوا واضحين، اللي غادي نقدر ندير انه غادي نجي وغادي ان شاء الله بلي يكون عندي لا ملتيبليكاسيون ديال هادشي، غادي نغرس فين كان هذاك الشيء، غادي نغرس لي جينوتيب اللي هما ريزيستون لهذيك لا مالادي ونمشيو بهم للامام. وشكرا.